أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة السابعة 7th unit الدراسة studies الدرس السابع والخمسون 57th lesson الحوار الثالث turn dialogue. انظر واستمع واحد. Look and listen and repeat. أين تذهب يا غسان؟ Where are you going, O غسان؟ أذهب إلى المدرسة. I am going to the school. الوقت مبكر. It's early now. الساعة الآن 6:00 صباحا. Time now is 6 a.m. المدرسة بعيدة عن البيت. The school is far from the house. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ When does the educational day starts, or when does the studies begin? يبدأ الساعة السابعة صباحا. It starts at 7 a.m. هل تذهب بالحافلة؟ Do you go by the bus? لا، أذهب بالسيارة. No, I go by the car. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ When does the educational day ends? ينتهي الساعة الواحدة ظهرا. It ends at 1 p.m. 1 in the afternoon. كم حصة تدرس في اليوم؟ How many periods do you study in the day? أدرس 6 حصص في اليوم. I study 6 periods in the day. ماذا تفعل في الاستراحة؟ What do you do in the recess? أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر. I go to the library or to the lab. Aisha, you are Qasim. Yasini, you are Qasim. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. الكتاب الأول. الكتاب الأول. الوحدة السابعة. الوحدة السابعة. الدراسة. الدراسة. الدرس السابع والخمسون. الدرس 57. الحوار الثالث. الحوار الثالث. انظر واستمع. انظر واستمع. إلى أين تذهب يا غسان؟ أين تذهب يا غسان؟ أذهب إلى المدرسة. ياسيني. Wrong. Sorry, something happened wrong. So now I'm back. Okay. Read the sentence of Hassan. Which one? Azhab al madrasa. Hassan. Azhabu ila al madrasati. Al waqtu mubakkir. Al sa'atu al an al sadisatu sabahan. Al madrasatu ba'idatan. عن البيت. الوقت مبكرا. الساعة والآن 6:00 صباحا. المدرسة بعيدة عن البيت. ياسيني. Now read. It doesn't move. متى يبدأ الدراسة؟ You need to read this one. المدرسة بعيدة. Yeah. You will hear the audio, then you will repeat. يبدأ الساعة السابعة صباحا. ياسيني, you need to read this one. المدرسة okay. بعيدة. المدرسة بعيدة عن البيت. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ الساعة ياسيني, السابعة صباحا. Wait, Yasini.
عائشة، متى يبدأ اليوم الدراسي؟ دي راسي، يبدأ الساعة السابعة صباحا. يبدأ الساعة السابعة صباحا. هل تذهب يبدأ بالحافلة؟ الساعة، لا أذهب بالسيارة. هل تذهب بالحافلة؟ لا أذهب بالسيارة. متى لا ينتهي اليوم أذهب الدراسي؟ بالسيارة. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي تنتهي الساعة الساعة الواحدة واحدة ظهرا. ظهر. كم حصة تدرس في اليوم؟ ينتهي أدرس 6 حصص في اليوم. كم حصة تدرس في اليوم؟ ये बंदा भी पाकिस्तानी जर्नलों की तरह सुनता कम ही हमें। यासिनी, डोंट यू अंडरस्टैंड व्हाट यू वी नीड टू डू इन दिस डायलॉग? ओके ओके, फॉरगेट इट। सो أدرس 6 حصص في اليوم. أدرس 6 حصص في اليوم. ماذا تفعل في الاستراحة؟ ماذا تفعل في الاستراحة؟ أذهب إلى المكتبة أذهب أو إلى المختبر. أذهب إلى المكتبة وإلى المختبر أو إلى المختبر. أو إلى المختبر. Yes, Samia, do you hear us? Aisha, you will repeat everything this time alone. والآن جاء دورك. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع واعد. إلى أين تذهب يا غسان؟ إلى أين تذهب يا غسان؟ أذهب إلى المدرسة. أذهب إلى المدرسة. الوقت مبكر. السلام عليكم. الوقت مبكر. 6 صباحا. السادسة صباحا. الآن الساعة الآن السادسة صباحا. الساعة الآن 6 صباحا. المدرسة بعيدة عن البيت. المدرسة بعيدة عن البيت. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ الساعة السابعة صباحا. يبدأ الساعة 7 صباحا. هل تذهب بالحافلة؟ هل تذهب بالحافلة؟ لا، أذهب بالسيارة. لا، أذهب بالسيارة. متى ينتهي اليوم الدراسي؟
متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي الساعة 1 ظهرا. ينتهي الساعة 1 ظهرا. كم حصة تدرس في اليوم؟ كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس 6 حصص في اليوم. أدرس 6 حصص في اليوم. ماذا تفعل في الاستراحة؟ ماذا تفعل في الاستراحة؟ أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر. أذهب إلى المكتبة أو مختبر. أو إلى المختبر. سامية كيوم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. You are first. أوكي ياسيني. سر. You are second. ياسيني. Yes. Start Sami. أين تذهب؟ أذهب إلى المدرسة. الوقت مبكر. الوقت المبكر. هذا 6. هذا 6. وقت الآن الـ6 صباحا. وقت الآن الساعة 7. الساعة 6. 6 صباحا. صباحا. المدرسة بعيدة عن البيت. When does education begins? متى. So actually I was late. متى يبدأ دراسة. دراسة. متى يبدأ الدراسة؟ يبدأ الساعة 7 صباحا. هل تذهب بالحافلة؟ لا، أذهب بالسيارة. سيارة. جي كم سر. طفلا لك؟ كم 4. 4 ما شاء الله. الحمد لله. When does education no. متى متأخر. متى ينتهي اليوم الدراسي. متى ينتهي الدراسية. يوم الدراسي ينتهي 1 ظهرا. ما شاء الله. Do you study in the day? متى حصصاً تقرأ. نو ستدي. كم حصة تدرس في يوم. أدرس 6 حصص في اليوم. متى تذهب في ال متى بريك کو کیا کہیں گے سر ریسس کو. ماذا تفعل في الاستراحة. أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر. اوكي مختبري.
और किसी ने प्रैक्टिस करनी है या नेक्स्ट पे? المفردات الأرض انظر وسط مواعيد repeat next student عائشة. الوحدة السابعة. الوحدة السابعة. الدراسة. الدراسة. الدرس السابع والخمسون. الدرس السابع وخمسون. المفردات. المفردات. الآن. الآن. مختبر. مختبر. مكتبة. مكتبة. الوقت. الوقت. استراحة. استراحة. تدريب أجيب عن الأسئلة باختصار. Answer the questions in brief. سامية، من ذهب إلى المدرسة؟ ما معنى استراحة؟ recess break. من ذهب إلى المدرسة؟ عمر اوكي. تذهب. عمر ذهب إلى المدرسة. عمر ذهب إلى المدرسة. متى يذهب إلى المدرسة؟ الساعة السادسة. يذهب الساعة السادسة صباحا. يذهب الساعة السادسة صباحا. متى تبدأ الحصة الأولى؟ الساعة السابعة صباحا. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ متى ينتهي؟ واحد الساعة الواحدة الساعة الظهر. الواحدة. الساعة الواحدة ظهرا. الساعة الواحدة ظهرا. Okay. Okay, it is Now all finished. everybody write these answers and send me the answers on WhatsApp. من ذهب إلى المدرسة غسان. من يذهب إلى المدرسة؟ متى؟ this word is what. متى يذهب إلى المدرسة؟ يذهب الساعة يذهب السادسة صباحا. you better write يذهب الساعة السادسة صباحا. متى تبدأ الحصة الأولى؟ يبدأ. حصة is feminine so you need to write تبدأ. تبدأ الساعة سامينة. سامينة spelling is not correct. So repeat this answer again. Are you here, Aisha? Yes. Repeat this answer again. تبدأ الساعة الثامنة صباحا. متى ينتهي يوم الدراسة؟ ينتهي الساعة الواحدة ظهرا. كيف يذهب غسان إلى المدرسة؟ يذهب إلى المدرسة بالسيارة. أوكي. كم ستة حصص في اليوم؟ إلى أين يذهب في الاستراحة؟ يذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر؟ أوكي. Okay, who wants to do this one?
Does anyone wants to do this one? How to make a Okay. means it is in English, right? Khudar. Khudar. So what is the word in English? Vegetables. A vegetable. A vegetable. Fawaka, fruits. F-R-U-I-T-A. Fruit. Fruit. Meat. Meat. Lahm. لديه قطة. لديك قطة. لديها كلب. لديها كلب. الولد لديها لدي لديه قطة. لديه قطة. لديها كلب. لديها كلب. فوركا. لديها كلب. كلب. لديهما صحيفة. لديهما صحيفة. They both have a newspaper. لديه قطة. لديه قطة. He has a cat. لديه قطة. لديه. They both have a newspaper. لديهما صحيفة. صحيح هذا صحيفة. لديهما صحيفة. The boy is drinking milk. الولد يشرب حليبا. لديهما صحيفة. They both have a newspaper. A reading. لديهما صحيفة. The boy is drinking milk. الولد يشرب حليبا. لديه قطة. He has a cat. لديه قطة. الولد يشرب حليبا. الولد the boy is drinking milk. لديها كلب. لديها كلب. لديها كلب. He has a dog. الولد يشرب حليبا. The boy is drinking milk. المرأة تشرب قهوة. The woman is drinking coffee. لديهما صحيفة. لديهما. They both have a newspaper. لديهما They both صحيفة. have. The woman is drinking coffee. المرأة لديها كلب. تشرب. لديها. She has a dog. لديها كلب. المرأة تشرب قهوة. The woman is drinking coffee. المرأة تشرب قهوة. The woman is drinking coffee. سامية كيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هما يسبحان. هي تطبخ. الولد يجري. الولد يجري. Third option. الولد يجري. الولد يجري. البنت تشرب. Fourth option. البنت تشرب. البنت تشرب. The bread and water. خبز وماء. Third option. خبز وماء. The woman is eating. المرأة تأكل. First option.
الكتاب مغلق. المرأة تجري. تفاحتان خضراوان. المرأة تجري. المرأة تجري. Second option. شطيرة وحليب. شطيرة وحليب. شطيرة ومنس. هم يأكلون تفاحا. شطيرة هذه وحليب. جدتي. هم يشترون خضارا. First option. هم يأكلون تفاحا. هم يأكلون تفاحا. وهم يأكلون تفاحا. Third option. Net بہت slow ہے. They are eating apples. He is driving car. هو يقود سيارة. First option. هو يقود سيارة. She is reading a book. هي تقرأ كتابا. Second option. هي تقرأ كتابا. The woman is walking. المرأة تجري. تمشي. Sixth option. المرأة تمشي. تمشي. See you all next time, inshallah. Ma salama. جزاك الله خيرا كثيرا وأحسن الجزاء في الآخرة. وعليكم السلام.